ماشي مغربي واعر كيحمق وان شاء الله نفينا ان شاء الله. كان اجواء واعره وكنا فرحانين واخا ما حسبوناش بيت الاول ولكن حنا موجودين. قافله الحال ضروري ولكن عرفنا رجعنا غيجيبوها. المنتخب اليوم كان في المحل ديالو هذاك الشيء اللي توقعنا الحمد لله كان ونتمنوا من الله الخير ان شاء الله ان شاء الله الفينال الفينال كنا متوقعين الفوز ان شاء الله لان المباراه اللي قبل كانت 4-1 لاخر مباراه ما بلجيكا والمغرب يعني كنا متوقعين الفوز سير والمغرب. كيفاش جاتكم المقابله اليوم؟ والله الا دازت من داك الشرفيع داز داك الشيء واعر 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 ديما مغرب شجعتوك كنتو فرحانين والله الا دوزنا داك الشيء واعر وشجعنا الماتش داز زوين الصراحه يعني مازال غاتجي لهم المقابله ضروري ضروري ديما مغرب. قول لنا كيفاش جاك المنتخب اليوم؟ تبارك الله منتخب هائل وتنشكر المدرب والد الركراكي برافو عليه وبرافو عليه وبرافو عليه وماتش ما كانش عندنا ساهل ماتش كان عندنا صعيب بزاف ولكن تبارك الله والد الركراكي تبارك الله عليه وتنشكر الركراكي تنشكر الدراري بزاف 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 والمغرب تيبغيهم وحنا تنبغيهم وقلبنا معاهم سير 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 احسن مقابله في العالم اليوم شفناها صراحه الله من القلب ديالي بكيت وفرحت على الدقيقه الاخرى صافي زعما الله يعطيهم الصحه والله ينصر سيدنا والله يحفظ لنا الملك ديالنا والله يعز جميع الوطن ديالنا الله يحفظكم فرحونا راه المغرب كامل فرح والصراحه كل شيء الامه المغربيه فرحت صراحه الله. السلام عليكم سي سي كونسا. اول حاجه وجه بعدا تحيه لكم اللي دايرين هذه المبادره كتشجعوا المنتخب من بدايه هذه لاكوب حتى النهايه ان شاء الله ونتمنوا التوفيق وكيفرحونا المغاربه وكنقول برافو الركراكي برافو الركراكي اللي التغيير اللي عطى النتيجه ديالو وكيديروا الوليدات والعائله ديالو الام ديالو بالخصوص اللي كترضي عليه وكنحيوها وتحيه لجميع الامهات حنا مغاربه كامل وديك حاجه باينه كنعطيو القلب ديالنا وكنعطيو العاطفه ديالنا وتحيه لجميع المغاربه اللي ساندوا المنتخب من البدايه حتى النهايه وان شاء الله يكون المحل التوفيق وتحيه من طنجه للقويره والصحراء المغربيه اللي بغاها واللي ما بغاش الف مرحبا. الحمد لله قدمنا مباراه رائعه ديجا عندنا اسباقيه مع بلجيكا وديجا ربحناها في واحد ماتش اميكال والحمد لله على الانتصار ديال اليوم ونضمنوا التاهل ان شاء الله في الماتش ديال كندا ان شاء الله. كيفاش كانت الاجواء يعني ديال المشاهده ديال المقابله؟ الحمد لله دازت بخير وحنا ان شاء الله ديما ناشطين مع بعضياتنا كيف الخساره كيربح راه حنا ديما مغاربه. يعني شنو كتوقع في المقابله اللي جايه؟ ان شاء الله يكون الرباح ان شاء الله وعلى اقل التعادل ان شاء الله ونخرجوا براسنا مرفوع وغندخلوا نيشان الدور التمهيدي دور الربع ان شاء الله. ان شاء الله نتمنوا شي حاجه اللي تكون زوينه من هنا قدام. والمغرب والمغرب والمغرب.
والمغرب خطير جدا، مباراة رائعة والله العظيم، حمدنا الله وشكرناه عطاونا هذا الفوز، وحنا اليوم فرحانين بزاف، كاع المغاربة فرحانين، كل شيء خارج الحمد لله، كل شيء كيدور الله يلا نشطونا الله ينشطهم، حنا اليوم على الخير. ما كناش متوقعينه بصراحة، شونجمون كاع اللي دار والد الركراكي كانت في المحل ديالها، وحنا فرحانين والشعب كله فرحان، وعاش الملك ولا عليك. والد الركراكي وما كاين والد الركراكي، والد الركراكي زاد مغرب زاد سير 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 سير. الحمد لله هاد وليداتنا كيتقاتلوا على الرايه المغربيه، وهاد الفوز كنهديو للملك ديالنا محمد السادس. عاش الملك عاش الملك، ديما مغرب ديما مغرب. الحمد لله هاد الفوز كان خاصنا لوليداتنا باش يفرحوا، والحمد لله اللهم لك الحمد الحمد لله. والمغرب المغرب واعر واعر خويا واعر بزاف بزاف. غنهربوا غنهربوا غنمشيو بعيد غنمشيو بعيد غنمشيو بعيد، داكشي احسن من ديال الاوروب، هربان بزاف بزاف بزاف. فرحانين والله الا فرحانين بزاف ديما المغرب. Thank you.